السلام ععليكم لي زامي، لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان، كل شيء بخير، كل شيء في امان الله. كنتمنى هذا لا فيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم جينا ثاني باش نهضروا على الفيبر ديال اورانج والفيبر ديال اتصالات المغرب وحتى الفيبر ديال انوي. اليوم عاد قلبت، يعني نقول لكم اليوم التاريخ، اليوم 10 اكتوبر، يعني الاثمنه اللي دايره اورانج، وغنقول لكم الاثمنه اللي دايره اتصالات المغرب، وغنقول لكم الاثمنه اللي دايره حتى انوي. بالنسبه لاورانج، تكاليف التركيب كاينه 150 درهم زائد الروتور ب 99 درهم. يعني اسمع معايا مزيان شنو غادي نقول لك، حقاش كاين بعض الاصدقاء كيصيفطوا ليا لي ميساج ولا كيصيفطوا ليا لي كومونتير، كيخلوا ليا لي كومونتير كيقولوا ليا لا راه هاد ما كاينش دابا، ولا هاد الحاجه ما كايناش دابا، ولا هاد العرض راه قديم، ولا شي حاجه. انا كنقول لكم ديال 10 اكتوبر، يعني كاينه 249 درهم، هادي 20 ميجا، 249 درهم، وتكاليف التركيب 150 درهم زائد روتور ب 99 درهم، والتليفون ساعتين. التليفون هو هذا، كيعطيوك فيكس، هذا فيكس نقال فيه ساعتين. بالنسبه ل 50 ميجا، تنقول لك بالنسبه ل 50 ميجا تكاليف التركيب ب 0 درهم، 0 درهم، الروتور ب 99 درهم. الروتور هو هذا، هادشي تنقول لكم ديال اورانج. وكيعطيوك الهاتف ثلاثة تسويع ديال المكالمات ب 349 درهم، يعني كان واحد العرض كتخلص ثلاثة اشهر ناقصة. اما دابا داكشي عادي جدا، غتخلص داكشي اللي عندك في لافاكتير. بالنسبة ل 100 ميجا تكاليف التركيب ب 0 درهم، والروتور لايف بوكس هو هذا ب 99 درهم، المكالمات أربعة تسويع كيعطيوك ب 449 درهم. بالنسبة ل 200 ميجا فيبر اورانج، كيعطيوك 6 ساعات من المكالمات، وتكاليف التركيب 0 درهم، روتور ب 99 درهم، وهادشي كامل هادي 200 ميجا ب 649 درهم في الشهر. باش نكونوا واضحين، كيف ما قلت لكم كيجيوني بزاف ديال لي كومونتير ولا الميساجات كيقولوا لي لا راه ماشي هاد العرض اللي كاين، ولا ماشي هادشي اللي كاين. هادي بالنسبه للانستالاسيون ديال اورانج. ودابا غادي ندوزو للانوي. انوي راه حتى هي بحالها بحال اورانج، 20 ميجا 249 درهم فيها ساعتين ديال المكالمات، 50 ميجا 249 درهم فيها ثلاثه تسويع ديال المكالمات، و 100 ميجا ب 349 درهم حتى هي فيها 4 ساعات ديال المكالمات، و 200 ميجا حتى هي ب 449 درهم فيها 6 سوايع ديال المكالمات. يعني بحالها بحال اورانج. ما تحش لي انني ندير لكم تيست ديال انوي، لحقاش ما عنديش انوي، وما عندي حتى شي صديق مثلا عنده انوي اللي نحاول انني ندي بلاصه عنده، ونحاول انني ندير لكم تيست عنده. ولكن ان شاء الله كنحاول انني نقدر نشوف شي واحد ندير لكم عنده التيست. الا كان شي واحد قريب ليا عيط ليا ونجي عنده ندير التيست. اما بالنسبه للاتصالات، راكم كلشي راك كلشي عارف، يعني مازال محتكر السوق. عندها جوج ديال العروض، كاينه 100 ميجا وكاينه 200 ميجا. كاينه 100 ميجا ب 500 درهم، وكاينه 200 ميجا ب 1000 درهم. صافي، اتصالات المغرب هادشي هو اللي عندها. كنتمنى من اتصالات المغرب ان شاء الله تحاول انها تشوف بالشباب، كاينين الناس كيقراو، كاينين الناس اللي ما واصلهمش الفيبر مثلا د اورانج ولا الفيبر د انوي، ولكن كاين عندهم الفيبر ديال اتصالات، لكن اتصالات مازال ولا تحرك ساكنا، بقى ما بغات دير حتى شي حاجه. كنتمنى انها تحاول انها ترفق شويه بالناس البسطاء. غادي ندوزو دابا باش غادي نجاوبوا على بعض الاسئله ديال بعض الاصدقاء. صراحه كيجوني اسئله بزاف، كنحاول انني نجاوب في الكومنتار، ولكن باش نوضح لبزاف ديال الناس، كاينين بعض الاسئله اللي هي غامضه، وكاينين اسئله سهله، وكاينين ناس اللي غير باغيين يعرفوا. المهم انا كنحاول انني جاهدا نقلب ونبحث ونحاول نجاوب كل شيء. صراحه كندير معكم فيديو عفوي بداكشي اللي كاين بالتجربه ديالي، بالاسئله كنسول الاصدقاء، كنقلب، كنبحث، دائما خصني نجيب لكم داكشي اللي كاين دابا حاليا. وكيف ما عودتكم دائما انني نجاوب على بعض الاسئله، بعض الكومونتيرات كيف ما قلت لك. واحد الصديق هنا قال لي السلام خويا، بغيت ندخل فيبر ديال 250 درهم باش تنصحني اورانج ولا انوي، شكرا مسبقا.
خويا انا ما نقدر ننصحك لا باورانج لا بهينوي لا حتى شي حاجه باش ما نكذبش عليك. انا نحاول انني نطيح بواحد الشركه او انني نهز بواحد الشركه. انا درت اورانج الله يعمر لها الدار صراحه، كيف ما قلت لكم في الفيديو الاول والفيديو الثاني والفيديو الثالث، درت اتصالات المغرب لكن عانيت. باش نجيك صريح، انا درت اتصالات المغرب عانيت، انوي ما عنديش عليها شي فكره. وواحد المره سولت واحد التكنيسيان ديال انوي قال لي باقا شويه داكشي ما مزيانش، مي قال لي من هنا لقدام غادي يحاولوا ان الناس اللي مكلفين يطوروا داكشي ديالهم. مهم ما عنديش فكره على انوي. اورانج كيف ما قلت لك درتها الله يعمر لها الدار. واحد الولد قال لي دابا ينضموك، كانت عندي تجربه معاهم في الاول كونيكسيون طياره، ولكن من بعد ولات حلازون. صراحه انا دابا اورانج درتها دابا تقريبا شي 5 اشهر باقي ما ندمونيش، ولكن ملي ندموني حتى هي غادي نديروا ليها الحل ديالها. لحقاش انا باش ديك القضيه ديال باش انني ما ندمش كاع بتاتا، درت اورانج 100 ميغا ب 450 درهم في الشهر. ندوزو للسؤال الموالي. اسئله والله الا غير هذا الصباح عاد سكرينيتهم وحاولت انني نجاوب لكم عليهم. الله يخليك نسولك، واش الفيبر عباره عن بواطه ناقله ممكن تسدي معاك البواطه لمكان اخر؟ الفيبر عباره عن الياف بصريه، يعني عن خيوطه كيدوزو لانستالاسيون. هاي كيف ما كتشوف ما يمكنش لك انك تديه معاك لشي بلاصه، الفيبر كيبقى ثابت. نفس الشخص سولني قال لي واش زعما محدود ولا غير محدود؟ الفيبر كيكون غير محدود بالنسبه للفيبر ولا بالنسبه للاديسيل، حتى هو كيكون غير محدود، يعني خدم كيف ما بغيتي، تيليشارجي كيف ما بغيتي، ابلودي كيف ما بغيتي. ندوزو للسؤال الاخر، كيفاش انت عندك اتصالات المغرب وفي نفس الوقت اورانج؟ واش كتخلصهم بجوج؟ انا كنت درت الفيديو الاول درت فيه تيست ديال اورانج، الفيديو الثاني درت فيه تيست ديال اتصالات المغرب. شوف ماشي بالاخص خاص يكونوا عندي بجوج عاد باش ندير لك التيست. كيف ما قلت لك انا كنحاول انني نقلب على صديق او شي واحد باش ندير لك التيست باش تفهم. غير باش نعطيك واحد المعلومه، انا اورانج ديالها في الدار عندي، اما بالنسبه للاتصالات انا دايرها في الاستوديو اللي عندي، الاستوديو ديال الموسيقى داير فيه اتصالات. اصلا كنت دير اتصالات قبل ما يدار ما يولي الفيبر ديال اورانج، كنت دير الفيبر ديال اتصالات المغرب. علاش؟ على وديت ان الاستوديو كنديروا فيه لي لايف، كنديروا فيه الموسيقى حتى نبارطاجيو مع الاصدقاء ديالنا. هذاك الشيء علاش ولا بد كان عليا انني ندير كونيكسيون مزيانه. كنت دير الادي سي 12 ميغا الساعه عيانه ما كيدارش ليا اللايف مزيان، داكشي علاش حاولت انني ندير الالياف البصريه ديال اتصالات المغرب 100 ميغا اللي هي ب 500 درهم. وفي الدار كيف ما قلت لك درت اورانج. باش ما يبقاش عندك هذا السؤال محيرك، لحقاش قلتي لي واش انت زعما سعودي زعما انت دايرهم بجوج. المهم ندوزو للسؤال الموالي. خويا السلام الله يعطيك الصحه على التوضيح، انا عندي اتصالات وكنخلص 200 درهم وثقيله. بلا شك انت عندك اتصالات وكتخلص 200 درهم، اذا عندك 4 ميغا. 4 ميغا ما كتوصلكش كامله 4 ميغا، يلا غتوصلك جوج ونص ولا غتوصلك 3 ميغا، وما هي ما غاديش توصلك حتى 3 ميغا. اذا عيانه صافي ما كاينش النقاش، راه ناقصه 4 ميغا راه والو. ندوزو للسؤال الموالي، الا بغيت ما نبقاش مع اتصالات واش ضروري نسد من لاجونس ولا غير بلا ما نبقى نخلص لا فاكتير؟ زعما قال لك واش نمشي نادي الواجب ونسد من لاجونس ولا صافي ما نبقاش نخلص وصافي ونخليهم يديروا اللي بغاو؟ شوف اول حاجه كنقول لك، من الاحسن انك الا كنتي داير معاهم واحد العقد حاول انك تمشي كتكتب طلب اقفال باش كيسدوا لك، يعني باش تبقى الصوره ديالك انت زوينه معاهم ما يبقاو يتسالوك حتى شي حاجه. الا شي نهار وقدر الله انك بغيتي ترجع دير معاهم شي ابونمون سواء في التليفون او سواء في الكونيكسيون، كيقولوا لك بان انت ديجا كنت سالوك شي حاجه خصك تخلصها، خصك تخلص داكشي اللي عليك عاد نعاودو نفتحو معاك دوسي جديد. هنا كنقول لك حاول انك تمشي تخلص عليك الديون، تخلص عليك المسائل وتقطعها معاهم. الا خليتي هذاك الشيء ما خلصتيش وما قطعتيش، ملي غادي تحتاج انك شي مره تدخل بنفس الاسم، كنقول لك بنفس الاسم تحاول انك تدخل الكونيكسيون، كيقولوا لك ولا بد تخلص داك الشيء اللي عليك. نشوفوا واش باقي شي سؤال اخر. باقي خويا عبرتي لينا 5G بالتليفون وما عبرتيش لينا 2.4،
علاش خويا دابا حاليا غادي ندير لك تيست ديال 2.4G شحال كتوصل؟ يعني راه ما كتوصلكش 100 ميجا 2.4G كيوصلك سيدي في الابلود كيوصلك 73.3 وفي الداونلود كتوصلك 55.6 والبين راه 5 ام اس. نعاود لك التيست يعني باش تاكد جميع الاسئله ديالكم جميع الاقتراحات ديالكم انا رهن الاشاره ديالكم نجاوبكم على داكشي اللي كنعرف وداكشي اللي قدرت عليه وملي وصلوني لي كومونتير ديالكم نحاول انني نبحث باش نجاوب كلشي. 47 شوف شحال نعاود لك التيست شوف شحال كيوصل. في الاول وصل كداو 70 ياك حنا نعاودو التيست المره الثالثه باش نحيدو الشك. علاش في الاول وصلت 73 وشويه وصلت 47؟ هذا هو اللي غيحيد لينا الشك باش نشوفو اشنو اللي كاين. 60.8 هي كتراوح ما بين 47 60 50 المهم فد ما كتوصلش 100 ميجا ما كتوصلش 100 ميجا اللي كتوصلها في الابلود 44. حتى لهنا كنكون قربت انني ننهي معكم الفيديو صراحه كنتمنى انكم تستافدوا. خليوا لي الاسئله ديالكم وانا غادي نحاول انني نجاوبكم على جميع الاسئله ديالكم. كنقول لكم شكرا لكم على الكومونتيرات ديالكم وشكرا لكم على لي لايك ديالكم وشكرا لكم على الدعم ديالكم. صراحه كنفرح ملي كيسولوني الناس وكنحاول انني نجاوبهم. صراحه انا راه من نهار درت اورانج الله يعمر ليها الدار والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول انني نشرح لكم كيفاش الا كنتو جوج الناس ولا ثلاثه الناس في واحد العماره تقدروا انكم تدخلوا الالياف البصريه سواء ديال اورانج سواء ديال اتصالات المغرب. يعني ما غيكون حتى شي مشكل غادي تبقى الكونيكسيون ستابل وخا الصديق ديالك اللي غادي تعطيه انه تكون عنده حتى هو بوان داكسي يكون عنده حتى هو يعني كود ديالو يكون عنده يعني روتور ديالو بوحديتو ما غادي تنقص لا كونيكسيون ولا والو. نحاول نوريكم هذه ان شاء الله. كنقول لكم شكرا لكم على تتمة الفيديو حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.